أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اتصالا هاتفيا تم بين وزير الخارجية سامح شكري ونظير الأمريكي مايك بومبيو. أجراه الأخير أبلغه خلاله بأن الإدارة الأمريكية قررت رفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بقيمة 195 مليون دولار. وأوضح أن القرار الأمريكي يعكس أهمية وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية وأن برنامج المساعدات جزء مهم من هذه العلاقة. سيادة العميد، يعني ما تعليقك على هذا الخبر وما دلالة رفع الحظر على جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في هذا التوقيت؟ احنا لو بصينا على يعني على خط الزمن التايم لاين من بداية التعاون مع امريكا ما بعد اتفاقيه سلام مصريه اسرائيليه وكامب ديفيد اللي بدت يعني بشكل موسع في 81 اللي هي بدايه فتره الرئيس السابق حسني مبارك، انا من وجهه نظري كباحث افضل فتره في التعامل مع الجانب الامريكي هنتكلم من 2014 او من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان فعلا العلاقه تميزت فعلا بالنديه بعدم التدخل او عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى. مصر بقت حريصه في المنطقه دي. مصر بقت بتنفذ الاستحقاقات حقوق الانسان دون ضغوط بدوافع من مصر نفسها، من القياده السياسيه نفسها. الامريكان، وانا دايما بقولها وقلتها في المكان ده كتير، امريكا بتستفاد من المعونه الامريكيه أكتر من ما الدول اللي بتاخد معونة أو بتتلقى معونة زي مصر، لأن بدون المعونة الأمريكية ما كانش أمريكا هيبقى لها هذا الوجود في المنطقة، ما كانش أمريكا هتتلقى تسهيلات في استخدام قناة السويس وما يتعلق بالحرب على الإرهاب وخلافه. مصر أثبتت أنها بتسير في اتجاهها السليم اللي بيحافظ على السيادة والكرامة الوطنية، وبتجبر الآخرين إن هم يقبلوا مصر كما هي بثوابتها. وده اللي حصل. المعونة دي تم تجميدها في أغسطس العام الماضي في 2017. مصر كان ردها رد قوي جدا، وأن ما يحدث من أمريكا لا يتناسب مع العلاقة ولا مع ما تقوم به مصر من حرب على الإرهاب. مصر بتحارب الإرهاب، وبشهادة الأمريكان نفسهم وكل العالم أنجح تجربة محاربة إرهاب بتتم في مصر. ففي الوقت اللي مصر بتحارب الإرهاب أنت بتخفض معونة أو بتعمل بلوك، يعني حجب على جزء من المعونة. فعودة ال195 اللي كانت حجبت ده دليل على أن مصر أقنعت العالم أولا بأن مصر تسير في المسار، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان. الأهم من كده أن في حديث مايك بومبيو مع السفير سامح شكري وزير الخارجية، وعد بالمزيد من سواء التحسين في برنامج المعونة أو حتى زيادتها، وده اللي احنا كنا بنستناه من وعود ترامب في لقاءاته اللي تمت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن نشعر أن الجمهوريين أضافوا شيء في العلاقات اللي بنوصفها كلنا استراتيجية وتاريخية عن ما عانينا في آخر حكم فترة أوباما في فترة الديمقراطية.